اخواتي اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم عن المستفيد الحقيقي وطريقة عمل المستفيد الحقيقي عن وزارة التجارة والصناعة، لأنه في 3 طرق. سنتكلم عن كيفية عمل أو إدخال المستفيد الحقيقي على السيستم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك سأتكلم عن النموذج. فكل ما علينا فعله الذهاب إلى موقع وزارة التجارة والصناعة اللي هو MOCI، بعد ذلك ندخل إلى الخدمات الإلكترونية، خدمات المستثمر. هنا ندخل حساب الشخص المفوض بالسجل التجاري أو المالك، إن لم يكن هناك حساب يمكنك تقديم حساب من إضافة مستخدم جديد، فقط يجب تسجيل برقم تليفون باسمك وأن تكون على بطاقتك الشخصية. إذا سندخل هنا بالحساب على وزارة التجارة والصناعة. إذا بعد الدخول على وزارة التجارة والصناعة، هنا على يمين سنذهب إلى تعديل البيانات، سنذهب إلى تعديل بيانات الأعمال، توجد التصريح بالمستفيد الحقيقي، نضغط عليه، هنا موافقة. بعد ذلك نختار هنا الشركة المراد التصريح بالمستفيد الحقيقي عليها. عند الضغط سيعطيك الشركات المسجلة باسمك أو أنك مفوض بالتوقيع على الشركات عليها. نختار شركة، بعد ذلك التالي. بعد ذلك هنا كما تلاحظون، إن وجد أحد فيمكنك تعديل بياناته، أو بكل بساطة نضيف حد جديد. فغالبا هنا يعطيك الموجودين بالسجل التجاري، نختار أي حد منهم، تعديل البيانات، ندخل، وأهم شيء رقم البطاقة الشخصية وتاريخ انتهاء البطاقة الشخصية، مع اختيار مكان الميلاد، بلد الإقامة، الجنسية، ومكان السكن. بعد انتهاء من المعلومات الخاصة بالشخص المصرح، وهنا نحدد نوع التصريح. نوع التصريح هناك 4 أنواع: ملكية مسيطرة برأس مال، أي أنه لديه النسبة الأكبر نسبة على رأس المال، أو ملكية مسيطرة بحقوق التصويت، أو يمارس رقابة مسيطرة. هنا يشرحون ما معناه يمارس رقابة وسيطرة فعلية وقانونية على الشركة عن طريق توكيل، أو أنه هو الجهاز التنفيذي تبع الشركة، أو صفة تمثيل الشركة قانونيا. هنا يقال أنه في حال عدم التعرف، أي أنه كانت صعبة عليك تتعرف لو كنت من أحد 3 اللي قبل ذكرناهم، فتعمل صفة تمثيل الشركة قانونيا وهي الأرجح. إذا سأدخل البيانات أنا هنا،
بعد إدخال المعلومات نعمل حفظ. كما تلاحظون هنا يعطيني المعلومات التي أدخلتها، التالي. في هذه المرحلة فقط التالي، هنا أهم مرحلة بالنسبة لي، فكل ما عليك فعله هو أنك تقر إقرار بأن جميع المعلومات صحيحة. عند الإقرار سيأتيك هنا ملخص الطلب، هنا أهم مرحلة بالنسبة لي هذه، فكل ما أعمله هو حفظ النموذج. قبل أن أقدم الطلب، وعند تقديم الطلب تكون قدمت طلب تصريح عن المستفيد الحقيقي عفوا، لكن الفايل الذي حفظته فيعتبر هو ملخص للتصريح المستفيد الحقيقي، يمكن إرفاقه مع المعاملات في حين طلب منك التصريح بالمستفيد الحقيقي. هذه الطريقة الأولى. أو بكل بساطة النموذج الخاص بوزارة التجارة اللي هو نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي، وندخل المعلومات يدويا، ألا وهي لأنه يطلبون هذا النموذج يا إما عند قيد سجل جديد أو تعديل على السجل بالأخص. فهنا فقط تختار اسم الشركة، رقم السجل التجاري، وهنا هل أن المستفيد الحقيقي من الأشخاص المذكورين في السجل؟ نعم مثلا. حدد الهوية، الاسم الشخص، وهنا نفس المعلومات، نختار التالي في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي، والتاريخ الذي أصبح فيه مستفيد حقيقي، يكون تاريخ السجل التجاري أو عند المباشرة مثلا كمفوض أضفنا اليوم ممكن نعمل تاريخ اليوم بأنه بحثه المستفيد الحقيقي. وهنا نفس الشيء، اسم المستفيد الحقيقي، رقم البطاقة الشخصية مع المعلومات الشخصية الخاصة به، نختار كذلك رقم 3 والاسم هنا مع تاريخ البطاقة والتوقيع على النموذج وإرفاقه مع أي معاملة تريدونها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم في المرحلة الثالثة عن التصريح عن المستفيد الحقيقي من موقع النافذة الواحدة. والسلام عليكم.